أول أعمال الخباز في ساعات الصباح الأولى هو تجهيز العجين وفق مقادير دقيقة إذانا ببدء يوم طويل من العمل والحركة، حتى يتحول هذا الفرن الصغير في مدينة عزاز شمال حلب إلى خلية نحل تعمل بلا كلل أو ملل لتغطية الطلب المتزايد على المعروك خلال شهر رمضان. هو المادة الأساسية وطقوس رمضان أهم شيء المعروك، متفرغين نحن هالمعروف ليش؟ لأنه العالم الشعب ينتقي، بقى هلا أكلة نظيفة وكويسة، عم السحروها الصبح بالليل، إن شاء الله هلا بيونا من 6 الصبح بيجي أنا الصبح الساعة 12 بالليل. الجميع هنا له مهمة، فتتنافس الأيدي في سرعة الحركة والتفنن في تشكيل العجين وتحديد نوعه قبل أن يدخل إلى الفرن، ويتطلع الصغار لتعلم مهنة الآباء والأجداد في صناعة المعجنات. معروف وبريوش وصمن وكعك وديفور، يعني بحيث انه نحن يعني ايام سنه في عنا شغل كثير، بس شهر رمضان بشكل عام نستنى من سنه لسنه او كل 10 سنين نريد ما يخلص رمضان طاول طاول، يعني ما يعني بركه وحسنات وشهر فضيل مبنى او شغل. ذروه الطلب والزحام امام الفرن يزداد مع اقتراب موعد الافطار نهايه النهار، لكنه لا ينتهي حتى ساعات السحور، فالمعروك له اهميه خاصه لدى الاهالي على مائدتي الافطار والسحور على حد سواء كما يقول صانعوه.